السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل في قناتنا الصغيرة، هذه قناة الحقيقة الصادقة. اليوم إن شاء الله بدي أتحدث معكم عن بعض الوصفات القديمة جدا. وصفات هذه كانت يستخدموها أجدادنا وأبائنا والقدماء المصريين والطب الصيني إلى الآن يستخدمها. هذه لعلاج الوصفات اللي نذكرها الآن، وراح نذكرها بشيء من التفصيل إن شاء الله، لعل الله أنه تستفيدوا منها إن شاء الله وتدعوا لنا بالخير. تستخدم لبحث الصوت، تستخدم لأي مشاكل في الأوتار الصوتية، اللي عنده مشاكل في الأوتار أو الأحبال الصوتية، تستخدم خصوصا لإخواتنا السيدات النساء اللي عندهم خشونة في الصوت، وعندهم يعني الصوت يميل إلى الذكورة بعض الشيء. تخلينا نشوف هذه الوصفات أولا بأول، وإن شاء الله أنه تستفيدوا منها، ورح نشرح عن كل واحدة إن شاء الله. خليكم معنا. أول وصفة عندنا اللي هي اللبان الذكر مع العسل. منجيب مثلا كيلو عسل جبلي، أنا أفضل دائما عسل السدر الطبيعي، لكن غالي الثمن. عسل السدر الطبيعي معروف أنه غالي الثمن، نستعيض عنه بعسل الجبلي. العسل الجبلي منجيب كيلو من هذا العسل الجبلي، ونأتي بلبان الذكر. لبان الذكر موجود عند العطارين، بتجيب لبان الذكر، إما بتجيبه حصوات أو بتجيبه مطحون، بتقدر تطحنه عندك. منجيب 150 جرام، من 100 إلى 150 جرام من هذا مطحون لبان الذكر. نأتي بالعسل الجبلي هذا، بندفيه على النار، يعني منجيب وعاء ومندفيه على النار، منسخنه على النار ومنضيف عليه 100 أو 150 جرام من لبان الذكر، ومنظلنا نحرك فيه على نار هادية حتى يدفى ويتجانس الخليط. نتركه حتى يبرد، نضعه في مرتبان، ونأخذ منه ملعقة على الريق صباحا وملعقة مساء قبل النوم، ملعقة كبيرة. هذه ممتازة الوصفة لتنعيم الصوت، للبحة في الصوت، تزيل البلغم إذا في عندنا بلغم في الصدر، تزيل نهائيا، وأيضا تقوي جهاز المناعة. هذه وصفتنا الأولى، وهذه كانوا الختائر وأمهاتنا وجداتنا يشتغلوا عليها كثير هذه الوصفة. الآن بدنا نيجي لثلاث وصفات أخرى. طبعا أنا هذا كله راح أترك لكم إياه في صندوق الوصف، يعني في صندوق الوصف إن شاء الله راح تجدوا الكميات كاملة، وراح تجدوا هذه الوصفات إن شاء الله. الوصفة الثانية ياريت نجيب ونسجل، هذه بيستخدموها في الطب الصيني، هذه لمعالجة خشونة الصوت، وطبعا بتزيل البحة وبتعالج الأوتار الصوتية، لكن أكثر شيء بيستخدموها للسيدات لتنعيم الصوت حتى عند تقدم العمر. أولا نأتي بالمواد التالية: فول، حب فول من عند العطار، بذر كتان، لوز حلو مقشر، صنوبر. هذه الكميات بنجيب منها كميات متساوية، يعني لو جبنا 50 جرام من كل نوع بنحمصها على النار ثلث تحميصة مع بعض كاملة. بنجيب محباش أو المحماس هذا اللي هو المقلاية، وبنحمصها ثلث تحميصة إن شاء الله، وبنعجنها مع عسل نحل، وبناخذ من طبعا عسل النحل، بعد ما نحمصهم بنخلطهم مع عسل النحل، مع كيلو عسل نحل، وبناخذ منها ثلاث مرات يوميا صباحا ظهرا مساء. وطريقة أخذها كالآتي: استحلابا. شو يعني استحلاب؟ يعني بناخذ الملعقة بنحطها بالفم ونخليها داخل فمنا إلى أن يتم إنها تذوب تلقائيا وتنزل بالفم والمعدة. هذه الوصفة الثانية. الوصفة الثالثة أيضا رائعة جدا وممتازة جدا، ممتازة جدا، وتستخدم في الطب الفرعوني المصري القديم،
وتستخدم أيضا في الطب الصيني إلى الآن، وفي منها منتجات جاهزة في الصين للعلم، يعني يوجد منها منتجات جاهزة في الصين وبتناولوها النساء بكثرة. نأخذ نسب متساوية من الكميات اللي أنا بدي أحكي لكم عنها. أولا فلفل أسود حب 10 جرام، فلفل أسود معروف 10 جرام، حلتيت أصلي 10 جرام، خردل أصفر 10 جرام. نطحنها جميعا، نطحن كامل الكميات هذه ونخلطها مع نص كيلو عسل، ونأخذ منها أيضا 3 مرات يوميا استحلابا. استحلابا أيضا نضعها بالفم، ما بنبلعها، نتركها لحد ما تنزل تلقائيا ويتم امتصاصها تلقائيا. أيضا آخر وصفة عندنا وأيضا من المجربات، أيضا من مجربات الطب البديل، نأتي بالمواد التالية: بذر بطيخ 10 جرام. الكل اللي أنا بحكيه هذا بتلقاه عند العطار، كل اللي أنا بحكيه بتلقاه عند العطار أو العشاب، يعني ما راح تتغلب فيها. 10 جرام بذر بطيخ، 10 جرام بذر خيار، و10 جرام بذر قرح حلو، ونشا ذرة 10 جرام. ماشي يا أخوان؟ ويانسون 10 جرام. بنطحنها جميعا وبنخلطها بنص كيلو عسل، بنخلطها جيدا، وبناخذ ملعقة كبيرة صباحا ظهرا مساء بطريقة الاستحلاب كما تعودنا على ذلك. هذه الوصفات إخواني ممتازة جدا. أول شيء معروف العسل، يوم نتكلم عن العسل بنحكي عن عسل السدر، ما لقينا عسل جبلي أصلي. معروف أنه بقوي جهاز المناعة، هذا بالدرجة الأولى، معروف أنه بقوي جهاز المناعة. معروف أيضا أنه العسل لوحده بنقي الصوت، معروف. فإذا تنقية الصوت، معالجة المشاكل في الحبال الصوتية، الأوتار الصوتية، بحث الصوت، وأيضا ليش إحنا بنحكي استحلابا؟ خاصة عند الأطفال، إذا كان عنده لدغة في بعض الحروف أو عدم يسر في الكلام، ممكن نستخدم له العسل. ممتاز جدا، استخدم له العسل مع أول وصفة، أول وصفة اللي هي البان الذكر مع العسل، وشوف النتيجة. اللي صوتها خشن وحابة تنعم صوتها وترقق صوتها تستخدم من الوصفات اللي أنا ذكرتها. هذه وصفاتنا لهذه اليوم، ممتازة جدا، مفيدة جدا. يا ريت أي شخص عنده وصفة جربها يا ريت يكتب لنا إياها بالتعليقات، أنا بستفيد وأنتم بتستفيدوا، والمشاهد اللي بيشاهدنا في قناتنا هذه أيضا يستفيد من هذه الوصفات. كل أجر لوجه الله، كله في ميزان حسناتنا لوجه الله. شكرا لكم لحسن المتابعة، تابعونا في حلقاتنا القادمة من برنامجكم مجربات من الطب البديل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.